شكرا. انا عندي اقتراح بس قبل ما اخش في القناة، يعني ممكن يبقى اضافة للدكتور ماجد، اللي هو في النهاردة تحدي الوظائف الجديدة، وده بقى مهم جدا، لان بقت في دراسات حتى القوى العاملة عملت بعض الحاجات حوالين الوظائف الجديدة، وده تحدي بقى في إطار الذكاء الاصطناعي والمتغيرات. فده يبقى برضو هيبقى مكمل ومهم في الشيء الراقي اللي بيعمله المركز. نخش على السويس. الحقيقة إنه يعني من المستغرب إنه إحنا طبعا كلنا نعرف أهمية السويس كمنطقة صناعية. السويس كمنطقة صناعية، قبل بقى طبعا الجزء الجغرافي والوطني والتاريخي للسويس، ده مهم جدا، لأن هذه المحافظة لم تأخذ نصيبها من التنمية رغم أنها تستحق. السويس اللي اتدمرت منها 86% زي اللي بيحصل في غزة على مدار 6 سنوات من يونيو لغاية 24 أكتوبر، لجنة تقدير الخسائر قالت 86% من المباني غزة. أنا عامل فيلم مقارنة. الحاجة التانية إن هي الموقع الصناعي الأول في مصر قبل حلوان والعاشر، تنتج تلتين البترول. عندنا كل شركات البترول التقليدية، من الاستخراج للتكرير للتصنيع للتوزيع، كل أنواع شركات البترول. وأول مصفى في الشرق الأوسط كانت في السويس شركات كلها. حاجة التانية ان المكونات الخاصة بالسويس كمنطقة صناعية، اذا كانت الصناعات التقليدية البترول الاسمدة، دخل صناعات كثيرة جدا في السويس. المحافظة الوحيدة في المكونات الاقتصادية بتاعتها اللي فيها 5 مواني، ميناء للركاب، ميناء للغلال، ميناء ابراهيم بتاع الادبية، ميناء بورتوفيق اول ميناء في مصر على الخليج، ثم ميناء الزيتيات ده خاص بالبترول، ثم ميناء متخصص في الصيد، ثم ميناء العين السخنة. 5 مواني، كل دي مكونات. عدد سكان مثالي لا يتجاوز 800 ألف، يعني احنا بنقترب من 800 ألف. ورغم كل ما قيل، انا مش هتكلم، هعمل فوكس شديد جدا على مشروع تنميه شمال غرب خليج السويس. هيئه المعونه اليابانيه الجايكا مختلفه تماما في تعاملاتها للامانه. انا لا اعرف حد ولا اعرف ياباني، لكن انا بتكلم بشكل حيادي انها هذه الهيئه الجايكا دي عملت مخطط مشروع تنميه شمال غرب خليج السويس 1986. من 86 مع وزارة التعمير ساعتها لغاية 99 ما كانش اتعمل حاجة. فالبون الواسع ده، يعني أنا آسف، بدينا فيه في يعني بشكل شخصي في إن الله فين فين فين، لغاية لما جت لجنة الصناعة في مجلس النواب وصدر قرار في الآخر خالص، صدر قرار رئيس الجمهورية في يناير 99 بإنه هننشئ كذا. وفي 2000 اتنشأت لجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بلجنة وزارية للمتابعة للموضوع. الحكومة صرفت من 4.5 إلى 6 مليار على البنية الأساسية. البنية الأساسية كهرباء، صرف صحي، تليفونات، مش كل البنية الأساسية المتعارف عليها كذا. في الآخر خالص لما اتوزعت الأرض، كانت المخطط العام بتاع المنطقة كان على 4420 كيلو، اتوزع 100 كيلو 25، يعني هي 23 كيلو 23 كيلو 23 كيلو لأربع شركات رئيسية: السويس للتنمية الصناعية، السويس تنمية الخليج، الدورادو، والشركة الصينية. ودي شركة مشتركة.
بمتابعتنا للموضوع، يعني انا يعني عضو مجلس محلي قديم وبتاع، وشويه مشاغب في السويس يعني، بحب الدنيا دي فمتابع جدا. فطرح الاتي: نسبه التنميه للاراضي لا تتعدى 3.3%، يعني في شركات عامله 3.1%، في مش، لكن الاجمالي العام كله 3.3 او 3.2 من حجم الأراضي اللي اتوزعت. بعدين بدأوا المستثمرين لا دفعوا ثمن الأرض ولا دفعوا ضرائب، وفي نفس الوقت في الفترة دي وحتى الآن أنتوا عارفين إن المتر كان بيعطى بخمسة جنيه، يعني 23 كيلو، في الآخر خالص قال لك هنعمل 490 مصنع مخطط ليه في المشروع. ال 400 مصنع بقى، 490 مصنع دول هيوفروا 250,000 فرصة عمل في الوقت اللي كانت في السويس عدد السكان 520,000 كده، احنا النهارده 800,000، فيعني كان الرقم كبير جدا. على ارض الواقع لقينا المسألة في المتابعة حصل فيها مشاكل ضخمة جدا. كل منطقة متقسمة من الشركات الكبيرة دي قالت بالأرقام، أنا مش هقول أرقام، لكن في الآخر خالص كل واحد خد من في المناطق الكبيرة دي عمل مصنع مصنعين والباقي وباع. في منهم ناس سددت ضرائب ومعروفين، يعني مش هقول أسامي طبعا، وفي ناس ما دفعت، وفي ناس كذبت يعني خدت بخمسة جنيه المتر وبقت باعت بقى بكذا، زي مثلا شركة إيماك للورق اللي خدها الخرافي من أحد رجال الأعمال. يعني في هناك فساد واضح، وما فيش رد فعل على في حاجة اسمها التكلفة والعائد في السويس، من حتى فرص العمل في الآخر خالص احنا بنجد انه احنا المحافظة رقم 3 على مستوى الجمهورية طبقا للبيانات الرسمية مجلس معلومات مجلس الوزراء والبيانات اللي منشورة. طبعا حجم البطالة في السويس بيزيد، وده عامل مشاكل ضخمة جدا جدا. هذه المشاكل واخدة أبعاد اجتماعية خطيرة جدا. الأول هنتكلم على الأسباب الحقيقية ليه في عدد كبير جدا من المصانع في السويس، برضو مش هقول أسامي ولا هقول بتاع ده، كل ده موجود في داتا. أنا عامل في 2005 كتاب صغير كده كراسة اسمها البطالة في السويس الفرص والتحديات، وعملت تحديث لما اتفقت مع الدكتورة، وانا بشكرها طبعا، وانا اسف ان انا ما قدمتش الشكر في البداية والواجبات، انا اسف طبعا، لان هذا المركز فعلا يعني من المراكز الهامة والمحترمة، واللي انا بشكل شخصي استفدت منه زمايلي في النواب في 25-30 الكتلة التكتل المعارض، وعدد كبير من النواب كان بيحضر هنا من غيرنا يعني من الآخرين المستقلين، وكانت في مربوط بالمركز القضايا الوطنية المهمة جدا. فأنا بحييهم مجلس أمناء وعاملين والشابات والشباب الجديد اللي احنا شفناه النهاردة. فالموضوع بقى بيشكل لنا قلق شديد في السويس ومعكوس على الأوضاع الاجتماعية في السويس. هدر مال، مفيش متابعة. المجموعة الوزارية اللي كانت من 4 وزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتتابع عشان تشوف الجدية وتشوف كذا، اتلاشت حتى لما جت غير، مفيش أي نوع المتابعة، وبقت الدنيا سادة أحمد. وبناء عليه النهاردة بنجد عدد كبير من المصانع أغلق ضب ومفتاح، عدد كبير لم ينشأ أصلا في المخطط ومكتوب ومكتوب استثماراته وكذا، وعدد كبير جدا من المشاكل في علاقات العمل ما بين الناس العمال وما بين الإدارة، وده عمل تصدعات شديدة جدا. في المهم في الآخر خالص، في يعني المنطقة على سبيل المثال المنطقة الصينية
اللي بيتم الإشادة بيها، وده شيء ماشي احنا مع أي جذب استثمار. اللي مشاركين فيها الجزء الصيني 25% والباقي استثمارات يا إما من البنك المركزي يا إما من البنك كذا يعني مصري. وفي الآخر خالص المخطط ما تعملش بكم حتى الشباك الواحد. التقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قالت ايه المشاكل اللي في المنطقه دي ووضعها ايه، لكن في الاخر خالص احنا بنقول ازاي محافظه المنطقه الاقتصاديه. لا ده انا بتكلم عن تنميه شمال غرب خليج السويس، ده المنطقه الاقتصاديه بقى ده كمان كارثه الكوارث. يعني انا بس يعني بكثف عشان ما ايه ما نديش كمان حاجه سودة قوي يعني. فكمان التشريعات تضاربت ما بين قانون الاستثمار، ما بين قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ما بين المناطق الاستثمار الخاصة، وبقى في سمك لبن تمر هندي. وفي الآخر خالص قالوا للناس تختار، كل واحد يختار، فما بقاش في كود واحد ولا قانون واحد بينظم ده، فبقت فيه فوضى والدنيا ما هياش كويسة. وبناء عليه حتى لما جاء الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، هو رجل محترم، جاب شركة هولندية. الشركة دي قعدت تقييم، قالت البنية الأساسية هشة كده في التقرير، مفيش مخطط عام، مفيش توزيع للمصانع، مفيش استفادة، وطلبت مجموعة حاجات. احنا ضغطنا يعني عدد من ابناء السويس، وانا كنت واحد منهم، في ان احنا نضغط على النواب في ذلك الوقت، ما كنتش نائب، ونضغط على البرلمان كبرلمان لجنه الصناعه. وجت لجنه وحطت حاجات وبتاع، وجاء محمود محي الدين وجوم، لكن في الاخر خالص ما بنلاقيش اي رد فعل. فالاوضاع في المنطقه ما لا تبشر الا بتحقيق مجموعه من الحاجات اللي جت في المطالب اللي اجبرت محافظه السويس عن طريق المواطنين ان هم يطالبوا بيها. ايه هي؟ اولا حجم المنطقه ما فيهاش صرف صناعي. مخرات السيول اللي اتعملت يعني هش، حصل فيها مشاكل. الكهرباء، في طرق النهارده الطرق دي محتاجه اعاده نظر. المشروع لما اتعمل انه يبقى في مدينه سكنيه ما اتعملتش. منطقه ترفيهيه، ده بقى ترفيه يعني. مناطق تجاريه ما اتعملتش. اللي يجيب الجايكا يشوف المخطط ويشوف ده على أرض الواقع يلاقي حاجة يعني لازم أي حد يتحاكم عليها، يتسئل عليها على الأقل في هدر المال اللي حصل. طيب لما تبقى محافظة السويس بما فيها من مصانع تقليدية وخمس مواني وكذا، وفيها منطقة تنمية شمال غرب خليج السويس، وثلاث مناطق حرة المركز هنا عمل فوكس عليهم راقي جداً، ثلاث مناطق حرة في السويس وثلاث مناطق استثمارية وصناعية، كان مخطط للمنطقة الصناعية الأولى إنها توفر 17,000 فرصة عمل، وطلع لها قرار جمهوري في التسعينات طبعا. والمنطقة الصناعات الثقيلة كانت المفروض توفر عدد 20,000 فرصة عمل، كم مصنع شغال فيها ومين باع ومين اشترى ومين بتاع. انا بقول ده يعني كجزء على ارض الواقع، زي ما انا في جزء خاص بالقناه وادي التكنولوجيا في اسماعيليه دكتور ماجد ودكتوره عبله، المينا شرق التفريعه اللي قالوا انه محوري اللي لغايه دلوقتي لم يهتم، شرق التفريعه دول اتصرف عليهم قد ايه؟ واتقال كده، وانا قدمت فيهم اسئله في البرلمان وطلبات احاطه، وترد عليها يعني ردود كده خايبه يعني. منهم مثلا ان الارض هناك هتكلف، لان الارض هناك فيها عيب كذا رخوه بتاع، فتكلف عايزه تصرف عليها قد كده.
الله، طب ما انتوا اللي اخترتوا، مين المسؤول؟ وهنا الجزء بقى بتاع وادي التكنولوجيا اللي برضه تم الترويج ليه في الاسماعيليه واتصرفت مبالغ واتحطت بتاع، برضه ما حصلش. ده انا بتكلم على المشاريع الكبرى وعلاقتها بمدن طبعا، بالاضافه للعرض اللي عرضوه الشباب الرائع طبعا. لما نرجع السويس، السويس يا جماعه انا عايز اقول مؤشرات سريعه للاثر. يعني السويس فيها رسمي 7 مراكز تدريب حكوميه، وفيها 10 مراكز تابعه للشركات. يعني حته الجوده وجوده الخريجي والبتاع، في مركز لحامة عمل عيشة عبد الهادي، دي يعني كانت ست كويسة كوزيرة قوى عاملة بغض النظر، عملت مركز للحام عشان المراكب والصناعات البحرية والبتاع، كلفته 75 مليون جنيه بالتعاون مع المحافظة. هذا المركز النهاردة معمول للاجتماعات وكذا، لكن 17 مركز للتدريب هيئة قناة السويس وشركات بترولية وشركات مش كل، طب فين؟ أنا عايز أقول بقى الأثر على طول عشان إيه ننهي للمطالب، النقطة الأخيرة المطالب. الأثر الاجتماعي أنا راجع ليه تقرير بتاع الاستدامة اللي طالع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، آخر تقرير 23. ماشي، ما علينا، لكن أنا بقول ده عشان لما نضرب نموذج بمحافظة، يعني ماشي. الأول في انخفاض للتنمية المستدامة في السويس. أولاً نسبة السكان تحت خط الفقر في السويس في آخر تقرير إنماء الأمم المتحدة كان معمول عن المحافظات سنة 2009 أو 2011 نشر، كان 5 الفقراء في السويس كانوا 5.2. النهاردة الرسمي 22.3. عشان كده مظاهر الفقر في 5% من عدد السكان. النهاردة بقى ده الكلام الرسمي 22%، ده الرسمي. لا لا، انا بتكلم يعني انا بتكلم عن السويس بشكل خاص. طبعا كان في 18 20، النهارده بقى 23. ما هو التقرير بتاع التنميه المستدامه بتاع وزاره التخطيط. المعدل الوفيات ارتفع، معدل الانجاب الكلي نقص، معدل الاطباء قل جدا، نسبة البطالة احنا ارتفعت من 6.8 الى النهاردة اكتر من 15.5% وتزيد طبعا. ده تقرير التنمية المستدامة. لما نيجي نتكلم على اغلاق المصانع بقى، اغلاق المصانع في السويس، مصانع انا الشركات شركة يعني مش عايز اقول اسامي كتير، لكن بقى نسبتها مرتفعة، سواء صناعة الملابس الجاهزة، الكيماويات، شركات اسمدة، يعني كارثة كبيرة، غزل ونسيج. النهاردة في مصانع الايام دي زي الزجاج الدوائي وغيره هيتقفل، ده طرد عدد كبير من اللي لهم فرص عمل. حتى شركات البترولية أو الشركات التقليدية اللي بيخرج منها الناس النهاردة في طرد بسبب التدخين، يعني يعمل اختبارات ويطلع عدد، بيطلع عمالين يطلعوا في ناس بسبب القانون بتاع المخدرات. طيب أنا بقول في الآخر خالص إن أي أثر للتنمية سواء في ارتفاع زي ما قلت لحضراتكم نسب الطلاق، انخفاض الزواج، كذا كذا، نسب الطلاق في السويس احنا كنا يعني ده الغريب، اذا كانت مصر على مستوى العالم واخده ترتيب حوالي خلاف الاول ولا الثاني، يعني مش هو ده الموضوع لكن موضوع كبير، ففي السويس مره خدنا الترتيب الثالث على مستوى الجمهوريه، اسوان، القاهره، السويس. كنت غلطتم، مش عشان بناتنا اخلاقهم كذا ولا رجالنا، لكن الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه وطرد الناس والخيبه الشديده.
وفي محافظ كان في السويس في الفترة الأخيرة طلع كده في برنامج تلفزيوني، قال ما حدش يجي يقول لي وظائف، ولا حد، وأنا وظفت، أنا عملت 1400 فرصة عمل. فلما سألت، قلت أنا جاي من حتة تانية يعني. فده في التلفزيون. يعني أيا كان بقى، أيا كان، أنا بتكلم على قال هذا في الاخر خالص. الارقام اللي بتعلن عاملين حاجه بقى اخر حاجه، انشا هذا المحافظ حاجه اسمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي، جاب رجال الاعمال وقعدهم وبتاع. هذا المجلس عمل اجتماع كده يعني في مؤتمر، احنا شكلنا كذا وعملنا كذا وبتاع، لكن على ارض الواقع فين المجلس الاقتصادي؟ يعني ده حاجه ضخمه جدا. و اخر حاجه اللي هو الجهاز بتاع المشروعات الصغيره اللي كان الصندوق الاجتماعي، حجم الاموال اللي اداها للناس الكبار اكتر من اللي اداها للشباب بالارقام. انا مش عايزها في الاخر خالص، عشان نعدل الاوضاع دي لازم نحقق المطالب الخاصه باعاده النظر في التنميه في بشكل عام، لكن في السويس عن اعاده المخطط، توفير حل المشاكل الخاصة بالقطاع الخاص والاستثمار، لأن احنا ما جذبناش حد كتير، محاسبة الناس عن حبس الأراضي اللي تمت دي بدون تمن، وفي جزء من الأراضي كبير جدا خدته القوات المسلحة، محتاج تنمية، يعني محتاج تنمية، مش محتاج ان هو يتركن، لا ده الاستثمار الأرض ده أهم حاجة. انت تعرفوا آخر معلومة هقولها، كل السويس تعيش على 2.7 مناطق مأهولة، و97% فاضية. التنمية تحتاج نظرة موضوعية. بشكر المركز، وأنا سعيد بوجودي مع الدكتور ماجد اللي تعلمت منه على مدار حياتي، رغم أن أنا ما تربطنيش بيه، يعني تشرفت النهاردة بمقابلته بشكل جيد، وأنا سعيد جداً. وبشكر الدكتور الأستاذ هشام عكاشة، لأن البنك الأهلي له دور كبير جدا في اللي احنا بنعمله ده، وفي النتائج، وفي السويس، لأنه كان داعم لي عن طريق الأستاذة نيرمين شهاب الدين علاقتها بالمجتمع، أنه يساهم معنا في مهرجان السويس السينمائي اللي احنا بنعمله كل سنة. شكرا، وشكرين جدا.